السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، في صحة جيدة وفي أحسن الأحوال. وكيف ما عودتكم، دائما الجديد مع نوال المذكورية. وقبل ما نبدأ في التفاصيل ديال هاد البرطمة هادي، ما تنسونيش من الدعم ديالكم، الله يجازيكم بخير، الجيمات والبرتاج للقناة مع العائلة والأحباب والأصدقاء ديالكم، باش تعم الفائدة وباش تشجعوني أنا ونزيد نحت أكثر. شكرا للمغاربة ديالنا داخل الوطن وخارج الوطن. وبسم الله على بركة الله، غادي نبداو في الشرح ديال هاد البارتما هادي. هاد البارتما كتواجد في بورغون، فيها 74 متر، جات في بلاصة زوينة مشمشة في الصباح وفي العشية، فيها جوج البيوت وصالون، وفيها كوزينة كبيرة وطواليت. كاين المصعد، جات في الطبق السادس، كاين المصعد، جات كطل على ثانوية عمومية، جات في بلاصه زوينه، زائد المنظر ديال البحر، كطل على البحر، جات في بلاصه زوينه ومشمشه في الصباح وفي العشيه. اللي بغاها يتواصل معنا للمزيد من المعلومات، تواصلوا معنا على الرقم اللي غادي نخلي لكم اسفل الفيديو. جات داخل الاقامه، بلاصه زوينه كالم، اللي بغاها مرحبا، اللي بغى يشوفها يتواصل معنا مرحبا. بالنسبه للبارطمات اللي باقين عندي، فكاين عندي سيدي مومن، كاين حي الدومه، باقين فيه جوج بارطمات في الديور، كاين عابير، كاين فيه بارطما، وكاين نور سيتي باقا فيه بارطما. وراه غادي ندير فيديو ان شاء الله، غادي نقول لكم البارطمات اللي تباعوا والبارطمات اللي باقين. بالنسبه للجوهره، كاين فيها بارطما، الهدى فيها بارطما، اناسي كاين فيه جوج بارطمات، البرنوسي، قدس طريق الخير كاين فيه جوج بارطمات، كاين بارطما في الديور، ثلاثه السكان اللي كاينين، وكل واحد ونصيبه في السطح. وكما قلت لكم، كما كنقول لكم دائما، الناس اللي باغين يحطوا عندنا البارطمات ديالهم مرحبا، يكون الفيديو بالعرض ويكونوا 10 دقائق ويكون التصوير واضح، الله يجازيكم بخير، حطيو البارطمات ديالكم حقهم في التصوير، يكون التصوير واضح وتكون 10 دقائق. ومرحبا بكم، وراه كاين بارطمات، باقين عندي بارطمات ان شاء الله في القناه، راه غادي ننزلهم، غادي ننزل لكم كاع البارطمات اللي عندي، راه كل يومين نحط لكم ان شاء الله بارطما. وعيرت ابوناو في القناه باش في من نزل شي بارطما يبقى دائما يوصلكم الجديد ان شاء الله. وبالنسبه للبارطمات اللي باقين عندي، فاي واحد بغى يجي يشوف مرحبا، يتواصل معنا قبل بنهار هكا، باش حنا نعلمو الناس يكونوا في ديورهم ان شاء الله، ومرحبا بكم. وبالنسبه للدار ديال سيدي رحال، فراها باقا ما تباعت، كيسولوا عليها الناس، اللي بغى يشوفها في الويكاند مرحبا، لان السيد كيكون في الويكاند. وبالنسبه للبقع، راه كاين عندي بقع في حد سوالم، اللي بغى شي بقعه، كاين عندي بقع تجاريه وبقع سكنيه، اللي بغاهم يشوفهم مرحبا. وكنتمنى دائما نكون خفيفه على قلوبكم، ودائما نكون كنوصل لكم المعلومه، واللي بغى يعرف المعلومات اكثر يتواصل معنا في الواتساب. وبالنسبه لهاد البارطما هادي، فالسيد تيطلب فيها 87 مليون، قابله للتفاوض، اللي بغاها راه غادي تصايب معاه ان شاء الله في الثمن. كما كتشوفوا راه بارطما زوينه نقيه كبيره، هذه راه الكوزينه كما تشوفوا معايا، راه هي مصلوحه، كل شيء فيها هو هذاك. اللي بغاها يتواصل معنا على الرقم اللي غادي نخلي لكم اسفل الفيديو. وشكرا للنصائح ديالكم، شكرا للناس اللي كينصحوني، وشكرا للناس اللي كيتواصلوا معايا وكيشكروني على المحتوى. فكنتمنى نكون دائما خفيفه على قلوبكم، ودائما نكون عند حسن الظن ديالكم ان شاء الله يا رب. وهذا هو الدوش، كما كتشوفوا معايا راه كبير، وهذا البيت راه كاين فيه الباركو، كطل على ثانوية عمومية، كاين هنايا الجريدة،
وغادي نخليكم مع تتمة الفيديو الى فيديو قادم ان شاء الله. وغادي نخليكم دابا مع السيد غادي يشرح لكم جميع المعلومات المتعلقه بهذا البرطمة هذه. ما تنسونيش من الجيمات ديالكم الله يجازيكم بخير باش تعم الفائده وباش يطلع الفيديو يشوفوه الناس ان شاء الله. كنتمنى نكون مفيده ونوصل لكم المعلومه يا ربي. وغادي نخليكم مع السيد دابا يشرح لكم اكثر. اي السلام عليكم. فوالا دونك ان ابارتمون فيها 74 متر كاري اش بورغون واحد لا ريزيدونس بورغون الي اون سولي. هذا الصالون صالون يبقى د فيزافي طلع على واحد الثانوية ديال بنو بطوطة. فيها دو شومبر صالون لا كويزين هادي كبيرة بون كويزين تمشى في الصباح كطلل على لو جاردان ديال الإقامة هو هدا. دونك عندها دو فاساد فاساد مشمشة في الصباح لي هي هادي و فاساد مشمشة في العشية لي فيها لا كويزين و الشومبر. دوزيام بروميييغ شومبر تاهي كطلل على الحديقة ديال الإقامة. بعد كاين الحمام، الحمام فيه لابابو تواليت و بانوار. بعد كتلقى دوزيام شومبر هي مشمشة في العشية، العشية كاملة فيها بالكون. البالكون تا هو دونك نشم هنا كطل على شوف عندك اون فيو سيغ مير منظر على البحر. غاد هي با دو فيزافي كيما قلت طلع على الثانوية. هاد البيت فيه البلاكار الدخلة ديال الدار. فوالا